حفظها ربي. لها أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: هي تتيمم عند عدم الماء، هذا ما يصح، أنت في حضر، التيمم هذا يكون في سفر. ليش؟ لأن السفر مظنة انقطاع الماء، أما أنت في حضر وفي مكان الماء موجود، لو انقطع عندك أنت في هذه الشقة الماء تحتك ممكن يكون في ماء. المكان اللي جنبك، بيت والدتك في جانبك، بيت عمتك، بيت جدك، في ماء، ما صح التيمم. التيمم لا يكون إلا مع عدم وجود الماء، وهذا لا يكون إلا في السفر. في الحضر ما في، لا تتيمم إلا إذا تيقنا أن القرية بأسرها انقطع عنها الماء، أو نصف القرية مثلا، ويشق أن نذهب أن نأتي بماء ولا نستطيع أن نذهب إلى الماء، ما صح التيمم. ولذلك قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. أنت واجدة للماء، وإن كان في بعض مشقة للحصول عليه لا تنزلي تحت، ممكن تجد الماء في المسجد، هتجد الماء، فلا صح التيمم بهذا. والدلالة على ذلك لما بتقول أتيمم وأصلي، وأنا بصلي أسمع خرير الماء فأذهب سريعا أتوضأ، هذه دلالة أن الماء موجود. فما صح تيممك أصلا، ولا صح أن تصلي بهذا التيمم. ولو تيممت وما أتت الماء، ما أتى الماء إلا بعد ما سلمت، صلاة لا تصح، لازم تتوضأ وتصلي كما قلت في الحضر. يعني هذه ليست مظنة انقطاع الماء، إنما السفر مظنة انقطاع الماء، ولذلك فيه التيمم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هو الإنسان له كم نية؟ هو أصالة كل عمل لابد له من نية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا فيه تقديران، اسم المقتضي ليصح فهم الحديث إنما الأعمال إيش؟ إنما قبول الأعمال بالنية، يبقى بالإخلاص،